اللي وقع هنا في ذبك اللوطه هو كتفاجئ الساكنه واحد الوقيته بالنهار ديال ديك الدار. ديك الدار جرفت معها واحد الدار اللي كانت في الجانب ديالها حتى هي كانت عيل السقوط وتوفوا فيها شي ناس الله يرحمهم ووالهم برحمه الله. ومن هذا الباب انا كنوجه واحد النداء لاي واحد غيشوف هذا الفيديو بان ماشي غير اول دار ولا ثاني دار. شوف هذا الحي كاينين ديور كاين موبلات كاع اللي كتكون قاطنه كبيره ديال الناس ساكنه فيهم ودراري صغار ومنهم انا حاليا ساكن في واحد الموبل حتى هو اللي بين في واحد الاثار اللي فيما كتصب مثلا شي شتا بحال هكا ولا هادي كيبانوا بحال هاد الظواهر. النداء اللي باغي نقول للمسؤول هو انا نهضر على ذبك اللوطي حيت انا بحكم ساكن في هذه المنطقه ولكن كاينين عمالات اخرين عاوتاني المهم يدير شي محاوله وما عارفين شنو يدير حنا ما نقدروش نقولوا لهم شنو يدير. من وراء الواقعه بشي ساعه تقريبا جات السلطات جا الامن الوطني تم انقاذ الناس اللي داهم السبيطار وهادي على حساب دابا ملي كان على حساب راك عارف الدار ملي كتريب وجرات مع النص ديال الدار الاخر بنادم كتكون شويه صعوبه فهمتي ولكن الحمد لله في واحد ما بين تل ساعة الله رب بحال هكاك تجبد بنادم واحد بواحد اللي غيديهم يدفنوهم الله يرحمهم ويوليهم برحمه الله. البارح سيدي بالليل مع ديك الوحده الوحده وربع الوحده ونص ديال الليل الناس ناعسين ما بيهم ما عليهم حتى انا كنت ناعس سمعت واحد الهوله هوله وحده الدار طاحت على الفران وطاحت على هاد الناس اللي ساكنين هنايا قرب الجوار ديالنا ماتوا جوج الناس مراه وراجل وواحد الفران حتى هو مسكين مهلوك ما جبدوه الا بمشقه النفس. فيها السكان ولكن ما نظنش نقول لك كاينين الناس خاوين الدار. هذا حي سماره ضربك اللوطي حي سماره.